الحوار في كلمة طيبة نقولها، ويكون التفاهم بمفردات معقولة. لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة، وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة. وسعينا للعمالة تبدلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها. وسعينا للعمالة تبدلنا في اسم مسؤولة، نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولها. وبين العالمين احنا بين العالمين، دولتنا تبقى الأولى. ها في شنو؟ ما شفت ازدهار مرت اخوك لما تلاقي الوساخة جنب الباب. شوفي اسمعي كلامي ده، شنو وساختنا وساخت الجيران وساخت العلة اللي جت كوبيها لهم جوا؟ انا اشوف المشكلة دي حدها وين. سامح امشي. سامح دي النسوان البلولة اخوي، وعيب تتدخل فين، عيب والله. اسمع هنا، العيب انتوا لابسينه هدوم، ومرتك دي انت اللي بتحرشها مليوة. يا زول ما تخاف ربك، انا كلام كثير ما عندي، لكن مرتك دي القاها في وجه بيتي الا اقتلها وادفع لك ديتها. والله وطالله المرت اللي قاها لافه قدام بابي ده الا اقتلها وادفع لك ديتها. يا اخوي والله مرتي انا بضبطها جوا البيت وما بتخلي لكم المناسبات، وكان هبشتها والله الا تلوم نفسك. درت تسوي جناب ليوه؟ لا انا ما بسوي، البلد دي فيها قانون، وان اتعديت اي زول القانون بيوقف عند حده. كويس يا مليوه. تشوف البلولة تصدق شنو بيسوي انت بتخيل؟ في شنو؟ عاد بيدخلك في مشاكل النسوان هنا. يا اخي وريك حاجة، دي اللي بعرفهم، دي الجيران اللي بعرفهم، واخير عدم جيرتهم زادة. يا زول النسوان بيشاكلهم في بعض، لما تخش بيناتهم بتفقد وقارك. هذول وقار شنو؟ يا اخوي اسمعني هنا، مش مرض مليوة دي؟ ضربها يجلس خطاتا المرض دي، ضربها يجلس خطاتا، لكن طلاه والله أليم فيها إلا طقها أقتلها وأدفع ديتها. أزول قول بسم الله، يقول كلام غير ده. انت دارك مشكلة مع أخوك ولا شنو؟ يا هو كلام الله، لكن ده نفسي في الدبيخ مبالغة. أسلم والله ده من زوجك بس. بس في عندك سيترات كده بعد الجايب المين؟ بس ما كنت ماشي كويس معك يا رايب. في كبسة بجيو معاها عيش؟ وليه بجيو معاها عيش؟ بمنع شنو؟ بمنع كبسة بيأكلوها ساي؟ ليه الرز ده بلو متشبع، لازم تاكل معاها عيش عشان تشبع. يلا دار اقولك شنو؟ انا هسي بعد المغرب ما ابغى نشعر دعاء. قبل ها؟ نشعر دعاء مال الحقوق كلاوي. كلاوي؟ دعاء بجد حبيبي الحقوق الحج. انت مرتي مهووسه ولا شنو؟ هتلاقي ان احنا مش عارفين نوم؟ يا اخي دي ما شفنا وانت هتعرفها الصراحه هنا كم يوم؟ سبحان الله. مليوه كيف؟ يا زول الله جبت كلام، بتدق الباب الطبيب؟ ما تخش لا جوا. يا زول انا دخلتي خلى انتوا غداكم بشنو؟ عادي انت بتزعل من الغدا مالك ضيف؟ ماشي في البيت بتاكلوا. لا اخوي شوف لك غدايا مدنكل، خدته في عمود ورحكي عليه الزول. لا الزول ياتوك ما نفضيل. البلوله يا زول مالك انت، البلوله دي عيان الحله دي شجعته الا احنا. يا اخوي البلوله انا مالي ماشيله، مطبوح بيني وبينه كله، خليه ياكل ناره. ياكل ناره كيف يا زول؟ الكلام ده عيب يا زول يا اخي، لازم نمشي ونقيف معاه. يا فضيل البلوله ده زول محري وانت عارفه، فكان مشان على بيحرجني. ما بيحرجك يا اخي، احرجك كيف يعني؟ وكان احرجك احنا الحله دي تشتنا قاطع ليك، والحله ذات على اللي قلت عارف الكعب فيكم منه؟ اكان كذي خير، خشوا على البيت جوا، نشيل عمودنا ونمشي عليهم. مرح. الله يبارك فيك. حبابكم البلولة. مرحبا الله في ضيف. مرحبا الله يبارك فيك. هاي يا بلولة. مرحبا مليوة والله. مرحبا الله يفضل. السلام. فضل الله يسلمكم الموية. طيب. الموية. يجيكم نسي الموية. الله يبارك فيك. لا الحمد لله ماشي كويس تمام والله. الحمد لله. قالوا لي يقول أي حاجة. لا والله وشك لا تفتح. الحمد لله والله. الله يبارك فيك. دشنا مليوة. والله يا البلولة أخوي قلنا نجيك بالغدا. وبكرة كرامتك علينا، كرامة قومتك إن شاء الله بإذن الله. فضيل أخوي ده عليه العيش. لا عن هنا مليوة. فضيل ده ما عليه أي حاجة. باقي الملتزمات علي أنا، وكرامة تنضبط هنا.
تنضبع في بيتك يا عم ليوا. ده الكلام وانا بجيكم زول طقه بس. في كلمة طيبة نقولها ويكون التفاهم لمفردات معقولة لحب الوطن راح نرسم أجمل صورة وغمت الوقت في حياتنا نهديها اسم وصولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة وكلمة حق نقولة وسعينا للعمال تبكلنا في اسم مسؤولة نعمل بالأمانة بين العالمين احنا بين العالمين دولتنا تبقى دولة.